انتي يا هبلة، لا مش انتي بتسمعي الكلام وما بتعمليش مشاكل. انا بكلمك انتي اللي 24 ساعة على اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى مواقع تانية، كل اللي تشوفيه تروحي حطاه على بشرتك من غير ما تسألي، من غير ما تجربي. جربي، في حاجة اسمها تيست، حطي هنا في المكان ده مش هيحصل مشاكل. لو جربتي فيه حصل لك حساسية، ارمي الوصفة دي وارمي المنتج ده، مش لايق عليكي. تعبت اقول انه جسمي مش هو جسمك، بشرتي مش هي بشرتك، وكمان كل منتج وليه قواعده. اقري الروشتة قبل ما تحط المنتج على بشرتك، هي دي الغلطة اللي بيعملوها العرب. كل العرب شافت صاحبتها نفع معاها الكريم، حطته على بشرتها من غير ما تعرف انه الكريم ده صاحبتها بشرتها فيها حبوب وهي لأ. يعني خفف بشرة صاحبتك؟ مش هيخففها لك انتي. المهم انا مش عاوزة لوك كتير، الفيديو ده خاص بسيروم عرق السوس اللي عامل ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، واللي جاب لي خنقة وعملت عليه فيديو قصير وبرده ما فهمتوش. يلا بينا بقى اشرح لكم من تاني، ما انا مش ورايا حد غيركم. يلا سيروم عرق السوس اللي هو ده اللي صراحة كرهته. كل يوم اصحى الصبح الاقي كم مساجات في الانستجرام واليوتيوب والفيسبوك عن المشكلة. يوم حطيت الفيديو القصير على اليوتيوب يا ريتني ما حطيته. المهم انتوا صعبتوا عليا وانا هقول لكم الفايدة. عرق السوس ايا كان سيروم بتاعه، عملتيه في البيت اشتريتيه من بره، هو بيبقى مركز قوي جدا. زائد السيرومات الموجودة في السوق العربية ايا كانت، سواء عرق السوس سواء اورديناري سواء لاغوش بوزي، 90% للأسف مضروبة. فأنا بتكلم مع الناس اللي هما في الدول العربية، يا ريت تستعملوا رابط الأمازون أو الروابط اللي أنا هسيبها لكم بتاعت مثلا أورديناري من الشركة الأم، هسيب لكم روابط الشركة الأم. هتشتروه بأقل ثمن على فكرة من الصيدليات اللي عندكم. أنا حسبت أنا وسيدة متابعاني ان هي خدته ب 450 جنيه اورديناري الاحمر من الصيدلية، لما شفناه على الشركة الام قالت لي طلع ب 300 جنيه، انا مش عارفة كم من الدولار للجنيه، فقالت لي طلع ب 300 جنيه مع الشحن، يعني اقل يا حبيبتي ب 150 ومضمون، لانها للأسف جابته مش حقيقي ومن صيدلية كبيرة ومحبوش يرجعوا لها فلوسها والبنية زعلت. المهم خلينا موضوع النهارده اللي هو عرق السوس. زي ما قلت لكم عرق السوس بيبقى قوي جدا، نقطتين منه على لوشن، لكن يعني لوشن بتاع الحليب بتاع لوكور لو انت حابه تفتحي المناطق الحساسه اللي هي حصل فيها مشاكل كتير، لانه في سيدات كتير حطوه على المناطق الحساسه وسودها لهم وعمل لهم حساسيه وعمل لهم حكه ومصايب سودة وزادوا الطين بله. انا اقول لكم انتوا اكيد استعملتوا يا المنتج الغلط يعني مش حقيقي، يا انتوا استعملتوه غلط برضو حطيتوه على كريمات فيها ريحة او فيها كحول. تركوا كريمات روابط بتاعها تحت كمان مفيهاش ريحة، زي الفازلين، زي المنتجات ديكزيري، زي يعني هتروحوا الصيدلية وتقولوا لو سمحت انا عاوزة كام للجسم ما يكونش فيها ريحة. اوكي، كمان في سيدات حطوه على كريم للبشرة وهي فيها ريحة، المنتج ده ما ينفعش تخلطيه مع اي حاجة فيها ريحة او كحول لو سمحتوا. واهم من المصايب دي كلها، سيدات جابوك كده السيروم حطوه على بشرتهم ديرك، ما ينفعش والله ما ينفع، حرقتي بشرتك، حرقتي مناطق حساسه بتاعتك، يعني من غير حد لو حقيقي حد ما ينفعش ده تاخدي منه. لو العلبه بتاعت الكريم قد كده يعني 50 مللي يحط فيها نقطتين، لو اللوشن بتاع يعني نص لتر قد كده 500 مللي حط فيه 5 نقط يا ستي ستة، بس مش اكتر من كده، ولازم يكون كله خالي من الكحول. بس انك تاخدي المنتج وتحطيه على بشرتك اكيد هيحرقك، واكيد هتشوفي ناس كتير بتشتكي منه،
مع انه والله العظيم عرق السوس ده بيدخل في تركيبة اكبر الكريمات العالمية الخاصة بتفتيح البشرة، لكن لما بتيجي تدخلي على الروشتة بتلاقي يعني يا دوب 2% 2% من عرق السوس والباقي مكونات تانية. فانتي ما شاء الله حطيتيه كله على بشرتك وفي الاماكن الحساسة ومش عاوزة تتحرقي، ليه؟ ليه؟ ما ينفعش. حتى لو عملتيه في البيت بصي الناس اللي عايشه في الدول العربيه اكيد السيرومات دي مضروبه عندكم، فاعملوه في البيت. انا هسيب لكم القنوات اللي هم بيعملوه ازاي. صراحه انا ماليش خلق ان انا اعمله عشان بياخد وقت كتير، فانا هسيب لكم روابط فيديوهات بتعمل السيروم ده صح اعملوها ازاي. لكن برضو حتى لو عملتي في البيت هما النقط اللي قلت لك عليها، نقطتين في في ال 50 مللي وستة في نص لتر ال 500، يعني عشان في ناس كتير بتستخدم اللوشن اللي هو الكبير بيفضل معاها كمان خالي من الكحول. انا كده بريت ذمتي منك، لو سمحتي مش اي حاجه تيجي تحطيها على بشرتك، تعبتوني والله تعبتوني. ايش بقى وانت كده معرقاني ومنرفزاني انك تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وقولي لي ميرسي يا ليلى. باي.